تعتبر عاصمة الولاية بأم البواقي مقصد الكثيرين من داخل الولاية وخارجها، إلا أنها تعاني في بعض الأوقات من ضغط رهيب فيما يخص نقل المسافرين وعدد الحافلات. مواطن نعيم ببوش يعاني بزاف في الفترة من بكري وما في الفترة الأخيرة، سيرتو في ظل توفير سيارات الأجرة. الحافلات نشوف باللي ما كانش وفرة في النقل، يعني أنا تسمى لاحظ برأيي قاعد نشوف باللي ما كانش وفرة في النقل بحكم تسمى القلة تاع الحافلات. احنا كنقابيين على مستوى مدينة أم البواقي نتكلموا على بعض الخطوط التي يعني تجهد نوعا ما اكتظاظ أو في وقت الذروة، خاصة في وقت الذروة أنه نشوفوا حركية كبيرة، وهذا نتيجة يعني أنها أنه يخرجوا وقت الرابعة بطبيعة الحال من الإدارات وكذا ويكونوا كل في هذه النقاط. مصالح النقل بدورها أوضحت أن أم البواقي تعتبر من الولايات الأولى وطنيا في تغطيتها للنقل الداخلي والخارجي، فيما تعرف بعض التجمعات السكانية ببعض المشاتي نقصا في النقل نتيجة عزوف المستثمرين. النقل في ولاية أم البواقي يعتبر من القطاعات الرائدة على مستوى الوطني من حيث التغطية، حيث التغطية مضمونة في 29 بلدية وتغطية كافية جدا ومرضية إلى حد ما. يبقى فقط بعض التجمعات السكانية الواقعة فيما يسمى سابقا بمناطق الظل واللي تعرف أحيانا بعض الخلل في وسائل النقل. هذه المديرية تسعى جاهدة لتغطية هذا العجز وهذا الخلل من خلال توفير وسائل النقل، وهذا عبر طبعا العديد من الإعلانات اللي قدمناها للمواطنين عبر صفحاتنا للتواصل الاجتماعي أو عن طريق الإعلانات الموثوقة على مستوى المديرية. توفير حافلة نقل للمسافرين اليوم أصبح أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات المسافر وضمان تنقله في ظروف حسنة.